Arrête de dire je m'appelle. Baraka ma tqoulou je m'appelle. بزاف ديال الناس كيقولوا je m'appelle حمزة, je m'appelle أحمد. باراكاو, حاولوا تطوروا المستوى ديالكم شويه وتبينوا عندكم مستوى طالع شي شويه في اللغه الفرنسيه. ففاوت ما تقول جو مابيل, غتقول بزاف ديال الحوايج افضل. انا غنقول لكم كل شيء وغتستافدوا بزاف, غير تفرجوا حتى الاخر. قبل سمعوا هاد البنت هادي اش كتقول عليا, كتعلم معايا في واتساب, ديما كنحط لي ريزولطا ديال الناس باش الانسان هكا يعرف ان راه داك التعلم في 3 شهور راه بصح كتعلم في 3 شهور. سمع الناس اش كيقولوا عليا. السلام عليكم بروف حمزه, صافا. بغيت نقول لك بلي الطريقه جاتني واعره الصراحه, زعما حسيت براسي تبدلت, مازال ما كمل دابا حتى شهر, وكنت كنت بعدا في الاول كنت كنخاف, كنت ديما تنتبلوكا وكنفهم, زعما ماشي ما كنفهمش, كنفهم الهضره باش نجاوب كتجيني كان صعيب باش دونك الا بغيت تتعلم بحالك بحال هاد الناس, ارسل لي رقم الواتساب ديالك في الجيميل, ها هو, وغندخلك عندي الواتساب تخدم معايا ابيل فيديو بوحدك في الحصه. جيميل حمزه المعلم @gmail.com. حمزه المعلم كتكتب ملاصقه, راه كنقول لكم كتبوها صحيحه, حمزه المعلم بحروف صغار @gmail.com. رقم الواتساب ضروري باش نشوف الرساله وندخلك ليش الواتساب, راه كنجاوب على لي ميساج اللي فيهم رقم الواتساب. عطيني رقم الواتساب ديالك في اول رساله وقول لي بغيت نشارك في العرض واجي تشوف واش غتفوت 3 شهور. 3 شهور ولو نهار واحد غتتعلم تتكلم بطلاقه وغتفك من هاد العقده, حيت انا عندي السر, انا الوحيد اللي ما كنعقدش الامور وما كنطولش الطريق. 3 شهور فقط. حمزه المعلم @gmail.com. دابا ارسل لي, حبس الفيديو راه غنجاوبك, حبس الفيديو وصل لي راه غنجاوبك, غير هو رقم الواتساب في اول رساله. اوكي دونك فوالا, اليوم غادي نحاول نعطيكم دي زيكسبرسيون اللي غادي يخليو المستوى ديالكم يبان افضل, انكم تقولوا جو مابيل, ما تقولوش جو مابيل, حاولوا تقولوا مثلا جاربور لو نون دو, مثلا جاربور لو نون دو حمزه. انا الاسم ديالي كنحمل الاسم ديال حمزه, جاربور, جاربور لو نون دو حمزه, يعني جو بورت لو نون دو حمزه, يعني انا كنحمل اسم حمزه, عندي الاسم, اسمي هو حمزه, يعني احمل اسم حمزه, كان سميتي حمزه. يعني لو فيرب اربوري يعني هو لو فيرب بورتي, سي لو سينونيم دو فيرب بورتي تو سامبلومون. دونك هنا جاربور لو نون دو حمزه, مثلا جاربور لو نون دو ساره, جاربور لو نون دو اميمه, جاربور لو نون دو محمد, على حسب الاسم ديالك غتقولوا انت في عوض داك الفراغ اللي كاين مورا دو تو سامبلومون. دونك هذه افضل من جو مابيل. يمكنك تقول ايضا تقول مون باترونيم اي, هذه الا كنتي باغي تقول الاسم العائلي ديالك, هادي غير في حالة تبغي تقول اسم العائلة ديالك, هادي زوينة. مون باترونيم اي, مون باترونيم اي مصباحي, مون باترونيم اي عبد الكريم مثلا, كاين اللي كنيت كنيتو يوسف عبد الكريم, دونك على حسب الكنية ديالك. مون باترونيم اي المزواري مثلا, هادي زوينة. الا بغيت تقول الكنية ديالك تقول مون باترونيم اي, يعني باش تبين النيفو ديالك زوينة, لا اقل ولا اكثر, تبين النيفو ديالك زوين. مون باترونيم اي, يعني فقط ما تقول مون نون فامي اي, اسم العائلة ديالي هو مون نون فامي المصباحي. دونك هنا يمكنك تقول مون باترونيم اي المصباحي تو سامبلومون, تبان عندك نيفو زوين في الفرنسية. يمكنك تقول ايضا هذه زوينة بزاف كتعجبني بزاف, هذه واعرة, لو نون كي مايتي اتريبيي اي, يعني الاسم اللي تعطالي هو, وتقول مثلا لو نون كي مايتي اتريبيي اي عماد, الاسم اللي تعطالي هو عماد. لو نون كي مايتي اتريبيي اي هاجر تو سامبلومون. دونك فوالا, تقدر تقول ايضا وهذه تاهي زوينه بزاف, جو سوي سولوي كي سو في ابيلي كريم, انا هذاك المدعو نفسه كريم, انا هذاك المدعو نفسه, جو سوي سولوي كي سو في ابيلي كريم, انا هذاك المدعو نفسه كريم, انا داك اللي كي يسمي نفسه كريم. جايه بشكل, جايه زوينه هذه. دونك يمكنكم تقولوا هذه, هاد لي زيكسبرسيون كاملين غادي يبينوا المستوى ديالكم طالع في اللغه الفرنسيه. الى عبرتي بهاد التعابير فغتبين انك عندك دي زيكسبرسيون وانك تعمق في اللغه الفرنسيه. وخصكم تعرفوا واحد القضيه, ان الشخص اللي كيتحدث فرنسيه فاش كيهضر مع واحد اخر مجرد مبتدئ راه كيعرفو مبتدئ, ولا كنتي عندك واحد لو نيفو اللي هو افونسي كيعرفك, ولا عرفك عندك ان نيفو افونسي كيحترمك. لهذا حاول تعبر بتعابير افضل باش هكا تخلي الناس يحترموك. فوالا, ما تنساوش عباد الله, راه شوفوا الناس كيفاش كتهضر عليا, راه ما كنقولكش انا اوكي راه غتعلم معايا انا ونتكلم ومدح نفسي, نحط لك واحد تعلم, واحد تعلم هو اللي يتكلم ويشهد ويقول الحق. فوالا, غتعلم اللغه الفرنسيه وغتشدها في 3 شهور الى رسلتي لي رقم الواتساب. انا كنقولها رقم الواتساب هنايا
في الجيمايل حمزه المعلم اروباز جيمايل بون كوم، هذا هو الجيمايل ديالي حمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار اروباز جيمايل بون كوم. وغتعلم تتكلم بكل طلاقه ان شاء الله في 3 شهور، هذا وعد مني، هذا وعد مني ليك 3 شهور ان شاء الله هذه العقده تفك وتحس بواحد التحسن عظيم اللي ما عمرك حسيتي به في حياتك. راه الجيمايل هذه هي الفرصه، رقم الواتساب ديالك في اول رساله، وبغيت نشارك في العرض، كتب لي بغيت نشارك في العرض. جيمايل حمزه المعلم اروباز جيمايل بون كوم. تحياتي لكم وعواشركم مبروك، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه والهنا والعافيه، الله يحفظكم.